يقول السائل: خرجت من بلدي وأنا عازم على تأدية العمرة، فلما وصلت الميقات لم أستطع لبس ثياب الإحرام لأنها كانت بداخل مخزن الباخرة، فماذا أفعل الآن لتأدية العمرة؟ يا أخي، كان يوم وصلت الميقات أحرمت. الإحرام هو النية، نية الدخول في النسك. وأما الثياب إذا كنت تستطيع تغييرها ولبس ملابس الإحرام فهذا واجب، وإذا لم تستطع فأنت تحرم ولو عليك ثياب، تحرم ولو عليك الثياب، تخفف الثياب وتخلي ما يستر عورتك، تشيل غطاء الرأس، تشيل ما على الرجلين، تشيل ما على اليدين، وتبقي ما يستر عورتك ولو بالسراويل. يجوز لك تلبس السراويل، إذا ما كان عندك ملابس إحرام تحرم بالسراويل السروال، وتنزع الثوب وتلتحف به، تخليه على شكل رداء، تشيل الثوب والقميص تنزعه وتلفه على كتفيك وعلى جسمك، وتترك السروال يستر عورتك إلى أن تجد ملابس الإحرام، ثم بعد ذلك إذا وجدتها تغير الملابس وإحرامك صحيح. أما الآن وقد جئت ولم تحرم جهلا منك في هذا الحكم، وتريد الآن العمرة، فعليك أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به، عليك إنك ترجع إلى الميقات الذي مررت به حال قدومك إلى مكة وتحرم منه، ولا شيء عليك إذا رجعت. نعم.